تخيلوا ربنا فات يوم السبت عند بيت رئيس للفريسيين، أحد الرؤساء الفريسيين، تياكل عنده، عزمه على العشاء. وأكيد رئيس الفريسيين ومعه أصحابه فريسيين ومعه كتبة، يعني نوعان من الناس أو الكتبة والفريسيين، وكانوا عم بيراقبوه، فات تياكل عندهم وعم بيراقبوه. مع أنه ربنا يسوع المسيح أكيد بحب الفقراء، بحب الناس الفقراء، هو واحد منهم، خلق فقير. كان قاسي شوي مع أصحاب المراكز، وما كان يتردد من أنه يهاجم الفريسيين على تعاطيهم وأعمالهم، وما كان يرفض دعوة حدا. هيدي شغلة مهمة كان بيسوع، مين ما دعاه كان يروح لعنده. إذا بتشوفوا بتقروا الإنجيل بتلاحظوا إنه مين ما دعاه كان يروح لعنده. وأكيد هيدا إلى معنى، هيدي من أجل رسالة. ربنا كان جاي يعطينا رسالة، ملكوت الله، نشر رسالة ملكوت الله. ما كان عنده أي شيء تجاه الإنسان إلا خلاص نفسه. مشان هيك كان يروح على بيت كل إنسان يعطينا درس، يعلمنا شغلة مهمة كتير، إنه كلمة الله لازم توصل لكل إنسان شو ما كان مركزه. مش بس كلمة الله توصل لكل إنسان، كمان ينعطى فرصة لكل إنسان يعتبر قلبه قاسي ومسكر على كلمة الله. يعني هيدي كانت فرصة حتى ربنا، يعني كأنه عم بيعطيهم فرصة لهودي الفريسيين رغم قساوة قلوبهم. ربنا ما توقف من إنه يعطيهم فرصة، كل مرة بتصير له فرصة يعطيهم إياها ما كان يتردد إنه يعطيهم إياها. بس مع الأسف وقت الإنسان بيسكر قلبه وعقله وبينغلق على نفسه وما بده ينفتح، ربنا ما بيعمل أجوبة يفتح له قلبه وعقله، ترجع لك الإنسان. المهم بدخول ربنا يسوع عبيوت الناس ما كان من أجل المجد الأرضي أو المراكز أو شوفوني أو تيجوا حواليه. ربنا كان كل همه خلاص الإنسان، والكتاب حافل بهالمواضيع. قبل مرة شفنا عند سمعان الفريسي وقت اللي فات لعنده، وجت مرة خاطية غسلت له إجراء بدموعه، كيف ربنا كان وجه له كلام قاسي كمان. يعني ما كان عنده مشكلة ربنا مع أي إنسان. كانوا هؤلاء الفريسيين اللي عزموه على العشاء عم بيراقبوه، عم بيراقبوه. هيدا سؤال كتير مهم، ليه كانوا عم بيراقبوه؟ مثل نحن اليوم بطبيعة حياتنا، يعني وقت اللي بيجي لعنا شي مسؤول، شي زعيم، شي مسؤول ديني، كنس بدكن اياه، ونكون موجودين وكأنه مثير هيك عيوننا شوي مركزة عليه كأنه عم نراقبه. بس السؤال لا بدنا نراقب، أو لا كانوا عم بيراقبوه هن. إذا نحن اليوم المسيح بيناتنا وبدنا نراقبه، أو إنسان يمكن بدنا ناخذ منه فكرة حلوة أو صورة حلوة، أو ناخذ منه شيء نموذج أو شيء مثل نحن نعيشه أو نقلده، أو شيء تصرف معين أو شيء كلام إلى آخره حسب ما بيعني لنا هالشخص. هؤلاء الفريسيين اللي كانوا عم بيراقبوا يسوع مع الأسف كانوا عم بيراقبوه حتى يدينوا، حتى يمسكوا عليه خطأ ما، حتى يمسكوا له أي خطأ تيحاكموه. قلبهم القاسي صاروا ناطرين كيف بدهم يدينوا ليسوع المسيح. حقيقة الإنسان وقت اللي بيتسكر قلبه الحقيقة بتكون قدام عيونه وما بيشوفها. إنه الغريب إنه كتير عمل عجائب قدامهم، كان كل همهم يحكموا، ينطروا على كل كلمة، ينطروا مثل ما قلنا نحن بنلطي ورا الكوع، بيلطوا له على كلمة تيجروه من خلالها حتى إنه مسكنا على خطية بدنا نضربه. تعرفوا كتير نحن بصراحة نوقع بهيك إشياء، أحيانا نعمل هيك إشياء، نراقب بعضنا البعض حتى ندين بعضنا مش تنسى بعضنا.
كثير احيانا ننطر بعضنا على كلمه، على حركه، على فعل، على اي شيء لندين ونحاكم بعضنا، مش كنتعلم من بعضنا. طبيعي وقت بفكر دين حدا، ان دين حدا اكيد مش حتعلم من حدا، لانه بنقصني التواضع، بنقصني اشياء كثير. انا مش عم بحكم هون على حالي، انا عم بقول قديش نحن احيانا بنمرق ببعض هيك مواقف، وكانه بننطر حدا على كلمه. ترجع لانسان شو فيه صفاء بفكره. هؤلاء الفارسيين كانوا عم بيراقبوا يسوع بقصد انه يحاكموه، بدهم يحاكموه، ما بيحبوه، بدهم يلغوه من الوجود، بدهم يشيلوه من قدامهم، وكأنه في حسد، يعني في غيره منه، صار عنده شعبيه، كأنه عم بيخسروا مراكزهم، بدهم يشيلوا الانسان اللي بيلاقوا انه بيمشي بيحبوه الناس. بتوقع الغيره، بتبلش اني فكر بهذا الانسان اللي تابعينه الناس بيحبوه اكثر مني، انه فكر تلاقي له مشكله او عله تبرزها، تقول انه لايك وده شو عاطل. ناس تبعته وقعت الغيره والحسد، صار بدهم يقتلوه. صدقوني كثير احيانا بنقتل ناس بفكرنا. وضعنا اليوم ما بيقل اهميه عن هداك الوقت. حتى اليوم ما حدا بيزمط من حكمنا على بعضنا وعلى الناس، ما حدا بيزمط منا من حكمنا، إن كان رئيس، إن كان مسؤول مدني أو ديني، حتى يمكن البابا والمطران والكاهن والخوري ما بيزمطوا من فكرنا ومن لساننا أو من حكمنا. وكأنه منراقب أحياناً الشخص من هؤلاء الناس تيحكي أو يتصرف، حتى ما خلي كلمة له وقول لك وأنا مغلط. كثير عم بتصير، وبدي أشوف أنا وين غلطه، بنطره أنه حكي هيك أو غلط هون، أو فات بيت فلان، أو أكل عند فلان، أو راحوا لعند الناس، أو شفناه مطرح لفلانة. مع الأسف ما منشوف بغيرنا إلا الأخطاء، تقريباً ما منشوف بغيرنا إلا الأخطاء، لأنه الفارسية بتعتبر حالها أنه أنا المنيح، أنا الصالح، أنا المآمن، أنا التقي. والمفارقة عند هؤلاء الفارسيين اللي كانوا عم بيراقبوا يسوع حتى يدينوه، كانوا يعتبروا متدينين، متشددين بتطبيق الشريعة، يعني تقواهم عالي مفترض تكون. بصراحة كمان أكثر إنسان بدين اليوم هو المتشدد بالدين، بصير متعصب، والمتعصب بالدين ما بيعرف ينزح يدخل لعمق ربنا، ما بيعرف يدخل لعمق وقلب ربنا، بضل تقريبا من برا بيتسكر حاله، بيسكر حاله. المسيح فات دخل يوم السبت عند رئيس الفريسيين حتى يأكل عنده، وهو وجميعته عم بيراقبوه. تخيلوا عزموه يوم السبت على العشاء، مش لي يوم السبت، وكأنه هني ما بيشتغلوا بتحضير الأكل. رجل مصاب بداء الاستسقاء يحضر أنا معه. وإذا رجل مصاب بداء الاستسقاء يحضر أمام يسوع. إجا زلمة مريض بمرض اسمه الاستسقاء باللغة الطبية، تعرفوا لوقا اللي كتب كمان كان طبيب، استعمل لغة طبية، كلمات طبية. والاستسقاء بحسب معلوماتي أنا ماني حكيم، اللي قدرت عرفته مرض بيعبي الجسم مي ما بيعود يقدر يصرفه، الجسم ما بيعود يصرف مي. وطبعا بهديك الايام نسبه الطب او الطب كان محدود الى حد ما، يمكن ما كان في العلاجات اللي كان يشفي من الانسان، يمكن كانت تودي نهايه المريض بهالمرض للموت، يمكن ما في له شفاء. هذا الزلمه وصل حضر قدام يسوع، قام ربنا خاطب بيقولوا حكي علماء التوراة والفريسيين وقال لهم هل يحل الشفاء يوم السبت ام لا؟ انه بيجوز نشفي إنسان يوم السبت أو لا؟ عسيين هودي نوعين من المسؤولين الروحيين الدينيين عند اليهود، يعني كان بعد فيه صدوقيين وفي غيرهم وفي غيرهم، بس هودي كانوا أكثر شيء، وتقريبا كانوا ضد بعضهم، لأن علماء التوراة كانوا مسؤولين عن تفسير الشريعة.
والفريسيين كانوا هن متشددين بالتطبيق الشريعة، مشان هيك ما كانوا يتفقوا كثير مع بعضهم، لأنه كانوا يختلفوا على بعض النقاط بالتطبيق، ما كانوا كثير عندهم انسجام مع بعضهم، بس قدروا يتفقوا على أنه اثنينهم يكونوا ضد يسوع واثنينهم يقتلوا يسوع أو يخططوا لقتل يسوع. السؤال اللي بينسأل أنه دخل مريض على بيت إنسان، رجل دخل على بيت رئيس للفريسيين بعزيمة عشاء وبحالة رسمية، يعني أنه سؤال حقيقة أنه كيف دخل هالإنسان المريض على هالبيت ووقف قدام يسوع فجأة إذا ما كانوا هن مخططين مسبقاً لأنه يلقطوا عليه شيء أو يحكموه بشيء، وكانوا متفقين تيراقبوا يسوع، متفقين أنه يعملوا شيء تيراقبوه من خلاله، وبدين يراقبوا يشوفوا المسيح شو رح يعمل، إذا رح يشفي هالإنسان أو لا. إذا شفاه أكيد بيكون خالف الشريعة وبيستحق العقاب حتى الموت. عرفته أنه خالف الشريعة صار بيستحق أنه نحاكمه، وأكيد لو كان في قلوب الرحمة مع الأسف ما كانوا فكروا بينصبت أو بغيره إذا بيرحموا إنسان موجوع إنسان مريض إنسان عم بعين، أكيد رحمة ما بتفترض نختار يوم، لا لا كان بطبيعي بيقبلوا يشفوا الإنسان. أساوت قلوبهم هود الناس يلي هن الفريسيين والكتب المسؤولين لليهود، أساوت قلوبهم أعمت عيونهم وبصرهم وبصيرتهم، يعني أنه تخيلوا كانوا متأكدين أنه يسوع قادر يشفي للمريض، متأكدين كان هممهم بس إذا رح شيء أو يحيش فيه يوم السبت أو لا. شغلة غريبة فعلا إنه بكلمة بيشفي إنسان، إنه ما إنه عم بيعطي دواء ويقول له رح تشفيك، بكلمة تشفى تشفى، عندهم كل الإيمان إنه بيشفي، وقلبهم الحجر ناطرينه إذا بيشفي يوم السبت حتى يقتلوه. يسوع اللي عارف شو في بداخل الإنسان، يسوع ما ننسى أنه هو إله وإنسان بالوقت ذاته، بس الإله بيسوع هو الخالق، هو خلقنا، بيعرف بفكرنا، بيعرف بقلوبنا، بيعرف بنوايانا إذا كانت عاطلة أو لا، لأنه عارف نواياهم العاطلة سألهم بيجوز أنه نشفي إنسان يوم السبت أو لا، بيجوز نشفي إنسان موجوع بيوم الرب، بيجوز نخدم إنسان نرحم إنسان يوم الرب أو لا. سؤال الرب يسوع للمسؤولين بالشريعة وكأنه عم بيحط الإنسان بمقارنة بين العقل المنطق والقلب، العقل والرحمة، العقل والقلب. رب يسوع كأنه عم بيحكيهم تيحرك لهم قلوبهم أنه بيجوز نشفي إنسان مريض يوم السبت، وهيدي شغلة بدها حنية، بدها قلب رحوم، بده يحرك لهم قلوبهم على الناس على البشر تيصير هالناس عندهم شوي رحمة تيقدروا يقبلوا كلمة الله ويقبلوا الله حتى يرحموا الإنسان اللي هو خيهم ويشفقوا عليه. عم بيحركهم تحسيروا يحسوا بالإنسان الموجوع بصراحة. مع الأسف سكتوا، الإنجيل بيقول بقيوا ظلوا صامتين، بقيوا ساكتين، صمتوا. يمكن ما بعرف سكتوا لأنه بين الفكر وعقلهم يعني وقلبهم أكيد رح يختاروا العقل، لأنه تطبيق الشريعة بدها تقول لا، والقلب اللي بيقول إيه أريد رحمة. ردهم ربنا بهالكلمة بردنا لذاتنا كلنا، إذا أنا بدي أفكر بين عقلي والرحمة بين قلبي، بحب أو ما بحب، المنطق عند الإنسان، أنا المنطق اللي بيكل لي حقي إن أرجع أسترد حقي، بس بمنطق ربنا سامح اللي بيزعجك، اللي بيكل لك حقك اتركه. في شوية فرق، يعني في كتير فرق بالأحرى بعقل الإنسان ما بتركب بالهين، هن ضل عقلهم عتم ظلمي بعقلهم، ضل مظلم مصرين على أنه تطبيق الشريعة بالحرف، وهيدي خطيتهم العظيمة، الحرف يلي بيقتل.
ما قدروا يقولوا ايه نعم بحل شفاء انسان يوم السبت. ما قدروا، بقيوا ساكتين، وسكوتهم الصمت هو نفسه قساوه، لانه بالحقيقه كانسان عنده رحمه بقلبه، مفترض يقول اكيد اكيد بحاجه للرحمه، وهذا خيي بالانسانيه، خيي ولازم ارحمه. رحمه الانسان بس توصل لنفسي بتتغير، بس توصل لعائلتي وللحمي ودمي تتغير المقاييس كلها، بحلل لنفسي وبحرم على غيري. بصراحة هون قدام عيون ربنا عمل شيء كتير حلو، مسك هيدا الإنسان الرجل بإيده وشفاه وفلله، ما خلي شفاه، شفاه بكلمة يعني خلاص تشفى شفاه. هذا ربنا، أكيد نرجع منلكم ربنا على طول، نحن بنطلب منه وانا بين هلالين عايشين بدنا أعجوبة شفاء، أكيد بنصلي وبنضل نصلي لأنه من حبنا لبعضنا ورحمتنا لبعضنا نطلب شفاء لبعضنا البعض. بس إذا بالصلاة وكل شيء وما شفي الإنسان بأعجوبة ما نزعل، لأنه نحن بنسلم إرادتنا وذاتنا للرب، بنقول له لتكن مشيئتك يا رب. يمكن إرادة هالرب، إرادة رب لهالإنسان انه ما يشفي باعجوبه. وما ننسى انه ربنا منه هاوي اعاجيب، فقط اعجوبه اللي كان يصنع ربنا حتى يوصل صوره الله ويدعم الكلمه اللي كان يقولها انه رب اجى الوقت وهذا الله وحقيقه، وحتى تصدقوني هيدي الاعجوبه تمت. يعني ما الهدف الاعجوبه ابدا ابدا ابدا، مش الهدف انه ربنا يعمل اعاجيب ويشفي ابدا، لانه الاعجوبه الاساسيه واهم اعجوبه واللي لازم تصير والوحيد اللي لازم تتم وتكون نهائيه هي شفاء الروح قبل الجسد، وهذا اللي اجى من اجله ربنا. شفى الانسان وفلله، انسان مريض شفى ربنا وفلله، وهذا مسكه بايده وفلله. شيء فيها صوره حلوه كتير، عند ممنوعه بتجربه او بنتجرب او بنكون قدام تجربه ما بشر، في حوالينا شرور كتير، وبتعرف هالايام العالم كله عم يغلي بالشر، وبنلتجي للرب، وكلنا بنلتجي للرب الصلاة انه يا رب شوف بعينك وارحمه الى اخره. وقت اللي بنلتجي برب لربنا بقلب صافي قوي مليان ايمان، ربنا بيمسك بايدنا بطريقه نحن ما بنشوفها بس بنشعر فيها بداخلنا، بايماننا بنحس بوجود ربنا فينا، بيمسكنا بايدنا. وهون دعوة إنه ما نخاف، ما نخاف أبدا، نتقوى، لأنه ربنا وقت اللي نشعر بوجوده بحياتنا، وقت اللي بيمسك بإيدنا، هو رح يتحمل المواجهة مع الشر، مش نحن، نحن ما فينا نواجه الشر. ولأنه التجينا لإله بقلب صادق، إيمان صادق وقلب طيب، ربنا بيمسكنا بإيدنا وهو رح يحارب عنا مش نحن. وخاصة إنه محبة الرب لإلنا كتير كبيرة، رح يتخليه هو يكون واقف بوجه الشر ويحمينا لقلنا مثل طفل مع بيه، مسكه بإيده مثل ما بيمسك البي ابنه. حقيقة صورة حلوة كتير، إنه الطفل لاحظوا إذا كان خيفان أو موجوع أو متضايق أو مزعوج، الطفل الصغير لما بتمسكه أمه وبيمسكه بيه شوفوا كيف بيسكت دغري وبيرتاح، بيشعر بأمان. سبحان الله، هيدي الحياة وهالحقيقة، بيشعر إنه محمي من حدا بيحبه، وهيدا إيماننا. وقت نلتجي للرب عند أي تجربة وعند أي صعوبة وعند أي ضيقة، نلتجي له هيك بإيمان قوي، ربنا أنا أكيد بيمسكنا بإيدنا. مسك هالإنسان بإيده وشفاه، مسكت الإيد، ربنا مش رح يظهر تيمسك إنسان مريض اليوم بإيده. بصراحة عم يبعثنا إلنا نمسك بعضنا بإيدنا ونساعد بعضنا. نحن مش قادرين نعمل أعاجيب ونشفي بالجسد، بس فينا نشفي معنويا ونحكي كلمة الله ونوصلها للإنسان الموجوع، لأنه كل إنسان موجوع هو وجه يسوع تحديدا، وجه يسوع، لأنه قال كنت مريض. وإذا رحمناه لهالإنسان نرحم، لأنه ربنا بعثنا نرحم بعضنا حتى يرحمنا. هيدي الدعوة الله لنا.
وأكيد مسكة الرب للإنسان مسكة فيها قوة، بتطلع الإنسان من مرضه الجسدي والنفسي، بتخلصه إذا بدكم من خوفه ومن قلقه ومن اضطرابه. حقيقة هذا ربنا اللي بيخلي الإنسان يصير كامل على صورته. شفاء لهالإنسان يوم السبت، واليهود عم بيراقبوه حتى يحكموه، يلاقوا شيء عنده غلطة حتى يحكموه. أساوت قلوبهم أنه كمان هيدي مفارقة، يعني شغلة مميزة، بس باستغراب كتير كبير أنه ضميرهم مرتاح، قلبهم القاسي خلى ضميرهم يرتاح أنه يحكموا على إنسان بالموت لأنه رحم إنسان يوم السبت. شغلة فظيعة بصراحة، أنه أنا رحمت إنسان أحاكم على الرحمة. معلش هذا اللي ربنا بده إياه، بس مهم نحن ما نقتل حدا بقلوبنا وبفكرنا، نرحم غيرنا بفكرنا وقلبنا قبل ما نرحمه بالفعل، لأنه حقيقة قساوة قلب أخوتي بتخلي الإنسان يحجر، ما بيعود يشوف بعين الله خير الإنسان. شفاه وفلله، فيها صورة حلوة كتير، شفاه وفلله. هو بقى بين هالفريسيين حمل يعني خروف بين جيب، بعته وبقي هو محله. فيها صورة كمان لربنا اللي إجا على الأرض يحمل عاهات الإنسان، أمراض الإنسان، خطايا الإنسان، ويموت عن الإنسان ويفديه بدمه. يعني فلله شفاه وفلله، وأخذ محله هو العقاب، حكم بالموت. ربنا فدينا أكيد حتى يحررنا بصراحة، هيدي الأهم. كان لازم يجي يسوع المسيح الله على الأرض ويموت عنا حتى يحررنا، حررنا من فكرنا، من قساوة قلبنا، من خطيتنا، من تحجرنا على بعضنا، من إدانتنا لبعضنا، يحررنا من كل شيء يربطنا بالأرض حتى نعلى تنصير على مستوى وندخل معه السماء. لأن الحرية الوحيدة بتبلش على الأرض بالقلب المليان من الله، وبتكتمل بالسماء بحضور الله أو بوجود ووجودنا مع الله وجها لوجه. هاللي ربنا إجا يعمله. قال لهم هون يسوع، سأل سؤال كان صعب عليهم كتير إنه يجاوبوا عليه بصراحة، مين منكم بيوقع ابنه أو ثوره، ثوره يعني العجل بالعرب الدارج، ببير يوم السبت وما بيركض بيشيله؟ مين منكم بيوقع ابنه أو ثوره ببير يوم السبت وما بيركض بيشيله من البير؟ هن هودي الفريسيين والكتبة عم بيفكروا بقلب قاسي، عقل قاسي وقلب قاسي، وربنا عم بيحاول يردهم لنفسهم بالسؤال، يرجعهم لذاتهم حتى يجاوبوا، وكأنه ربنا عم بيرجع يعطيهم فرصة ورا فرصة حتى يرجعوا لذاتهم أكثر، يشوفوا هن حقيقة، يحسوا أنه هذا الكلام فوق الإنسان وأعلى من الإنسان، أنه في شيء خارج طبيعة الإنسان، في شيء إنسان ما بيقدر يعمله. عم بيحاول يعطيهم فرصة، بده يهنوا يتوبوا، ما هو دي أولاده بالنهاية كمان، ولو كانت قلوبهم قاسي وكان يعنفهم كان قاسي عليهم تيوعيهم، بس مع الأسف أنه كتير أمرار الإنسان وقت اللي بيعند بأنانيته وبيحبه لنفسه بعبادته للمادة وللأرض، صعب يفتح قلبه للرب، بيصير صعب صعب. قال لهم إذا وقع ثورك، يعني عم بيحكيهم بالمنطق ربنا، ثورك يعني رزقك، هذا رزقك مصدر عيشك، يوم السبت طلع ووقع ببير ما بتشيله؟ وإذا شلته هذا ما بتعتبره إنه شغل؟ طب ما هذا مصدر عيشك، ما قولي تخسر مصدر عيشك، ما بتخسر مصدر عيشك، ما إذا مات ما فيك ترجع تكفي شيء كل، بدك تروح تشيله. أو ابنك، قرب له إياها كتير أصعب من ثورك، ابنك. ليش ابنك؟ لحمك ودمك، مش بس لحمك ودمك، ابنك يلي هو اللي بيخدمك، هو اللي نسلك، هو اللي بده يكفي عنك، يحمل اسمك،
معقولة ما بتخلص ابنك يوم السبت إذا وقع ببير أو ثورك؟ تعرفوا أخوتي بالخطية كتير أحياناً بيعمل إنسان خطية وبهجم عليها بكلامه، ليك شو هالخطية اللي عملها الفظيعة، ويمكن إنسان فعلاً خاطئ. أو أيام دافع عن حاله. انقطع الصوت. أوكي هلا أرجع. لانه ما بعرف شو صار، انقطع بصراحه ورجع. فكنت عم بقول انه انا اذا وقعت بخطيه بعذر نفسي، بينما خيي الانسان اذا وقع بخطيه ذات نفسه بصلخ له جلده. انا بعذر نفسي وبضل دافع عن حالي ليش عملت هالخطيه وبرر حالي. هودي الفريسيين وقت بده يوقع ثورهم او ابنهم، انا اكيد انه ما بيعود يهمهم لا شريعة موسى ولا موسى بذاته ولا يوم الرب ولا حتى يمكن الرب بذاته بيقعد يهمهم. هون ربنا وضعهم حطهم بالأحرى قدام موقف صعب شوي يجاوبوا عليه، لأنه إذا بدهم يجاوبوا عليه مفترض يغيروا طريقة حياتهم وفهمهم لكلمة الله وللسبب، لأنه هالجواب رح يكون شوي ضدهم، خاصة أنه عم بيحطهم بين مقارنة، يعني ثور حيوان وإنسان أي أهم. إنه الإنسان ما بشفي يوم السبت، بس الثور إذا وقع ببير بروح بشيله، يعني وكأنه الثور أهم من الإنسان، أو إذا وصلت لشيء بيخصهم لحم ودم كيف تتصرفوا؟ طبيعي صمتهم كان قاسي. وربنا يسوع بالحقيقة ما كان عنده مشكلة يعمل أعجوبة يوم السبت، أو بالأحرى كان يقصد أحياناً يعمل الأعجوبة يوم السبت تيرد المعنى الحقيقي ليوم السبت، يوم الرب. ويوم السبت هو أريد رحمة لا ذبيحة، قبل الذبيحة أريد رحمة. وربنا ما كان عنده مشكلة يسوع المسيح يقول إذا ذكرت أنه في خيك له عليك شيء، خيك له عليك شيء، أنت وفيت على الكنيسة تتقدم قربانك، ما كان عنده مشكلة ربنا يقول لك اترك قربانك بأرضه وروح صالح حيك الإنسان. إذا ربنا ترك السماء وإجا كرمال الإنسان اللي بيحبه، ونحن من آمن بهالإله اللي ترك السماء وإجا كرمالي أنا اللي بيحبني، كان بالأحرى أنا مسؤول عن هالكلمة يلي أعطاني إياها الرب أني روح صالح حيي. ما كان عنده مشكلة ربنا يقول لي اترك قربانك محله روح صالح حيك، بس رجع قدم قربانك، مش روح صالحه وقعد سكار أنت وياه، قال انت وياه عمل بدك، بس ارجع قدم قربانك، لانه يوم الرب وصيه من وصايا الله واكرام الرب مهم كثير. فربنا عم بيرد المعنى الحقيقي لهالنهار، هي رحمه الله، اريد رحمه لذبيحه، بده يحرر عقله قلب الانسان من الموت بالحرف، لانه التعصب بالدين بيقتل الكلمه، بيقتل كلمه الله وبيقتل الانسان معه. الحرف بيقتل، انه ممنوع كانوا يشتغلوا يوم السبت. وعم بيحاول ربنا يفهمهم انه يا خي السبت للانسان مش الانسان للسبت، خاصة انه ربنا يسوع المسيح بانجيل يوحنا اظن الفصل الخامس ما بتذكر نجيب المرجع، قال انه ابي يعمل وانا اعمل، ابي يعمل وانا اعمل، يعني أبي بيل بالسماء عم بيشتغل. شو يوم راحة؟ أنه يوم راحة بقعد كل النهار ما بتحرك من محلي، في شيء غلط. أبي يعمل وأنا أعمل، لأنه هن بصراحة فهموا يوم الراحة يوم السبت فهموا غلط وحولوا معناها، تحويل كان حولوا معناها لسلطتهم وتسلطهم على بقية الناس، لأنه كانوا يحملون أحمال ثقيلة لما صلحهم الشخصية. وتتذكروا مرة لكم شرحنا نص إنجيل عن المذبح وتقديس القرابين،
لأنه كان يطلع لهم حصة منها. قالوا اللي بيحلف بالذهب بالقرابين حلفين ملزم فيه، لأنه اللي بيحلف بالمذبح حلفينه مش ملزم، لأنه بيطلع لهم حصة منها. يعني عم بيحولوا كل الشريعة لمصالح شخصية هن شو بتفيدهم. ما قدروا أنه يجاوبوا على هالسؤال، ما قدروا، لأنه ما قدروا، ما كان يقدروا يشوفوا فيه شيء يمسكوا عليه بصراحة. ما قدروا يمسكوا عليه شيء من هالسؤال، لأنه مين بيقدر يشيل من إذا وقع ابنه أو صوره بيبير بيتركه يموت، أكيد رح تروحوا تشيلوه. ما قدروا يجاوبوه لأنه طبيعي أنه رح يروحوا يشيلون. بس بالوقت ذاته ما اقتنعوا بيسوع المسيح لأساوت قلوبهم طبعا، أنه يوم السبت مش غلط إذا عملنا شفاء إذا تحركنا. سكتوا. هذا الصمت كان كتير قاسي. هذا نص اللي قد ما ربنا أعطاني قدرت أشرح فيه. الأخير أخوتي، كلمة الرب هي فرصة لألنا، فرصة لهالفترة الزمنية القصيرة اللي بدنا نعيشها على الأرض. قد ما تكون الإنسان قد ما يكون طويل عمره، صدقوني قدام الحياة الأبدية ما فينا نقيس الوقت، لأنه فوق ما في وقت. وهيدي فرصة لألنا لكل واحد منا يرجع لذاته أكتر، في توبة بالحياة، التوبة إنه يرجع يصحح طريقه صوب الله رب، طريق الرب. وهيدي فرصة لألنا حتى يكون عنا الاستعداد إنه ندخل السماء مع ربنا، وما نستخف بكلام الرب، ما نستخف بأي حرف من كلام الرب اللي بيقلنا إياه، لأنه بصراحة استخفافنا فيه رح يخلينا ندفع الثمن غالي، والثمن هو عذاب أبدي. لأنه لما نستخف بكلمة يسوع المسيح، هو بتكون بلشنا نقسى قلوبنا، وبيكون بلش إيماننا نفقده، وهذا رح يخسرنا السماء. الاستخفاف بكلام الرب والإدانة لغيرنا وقساوة قلب، هذه بالنهاية تصير تعصب منا تدين. آمين.